اهلا بيكم معانا مره تانية. طيب تعالوا نفكر مع بعض بصوت عالي في حاجه غريبه كده، او حاجه مش غريبه لكنها حاجه لطيفه. هل في اي بلد، في اي بقعه من بقاع الارض تخلو من الكنوز؟ انا في ظني لا، ولا يوجد ما قد تطلق عليه صحراء قاحله، لانه حتى الصحراء ممكن تلاقي فيها كنوز. اراضي ممكن تبقى فيها مساحات كبيره جدا صحراويه فتجدها مثلا ممتلئه بالبترول او الغاز الطبيعي، مناطق تلاقي فيها مناجم للذهب والالماس واليورانيوم، مناطق تلاقي مصر بقى كنوزها فين؟ كنوزها في العقول. يعني الكنز بتاع مصر دايما مخ اولادها، ابداعات اولادها، ابداعات كل من عاش على ظهر هذه الارض البسيطه المنبسطه اللطيفه. بل انه حتى هتلاقي في مصر ونتيجه ظروف كتير جدا يمكن ساهم فيها نهضة اقتصادية كبيرة حصلت في القرن ال19، ان مصر عندها كنز كبير جدا من الفنون الجميلة. طيب خلونا نحاول نفهم يعني ايه كنز من الفنون الجميلة، من اللوحات والاعمال الفنية، ويعني ايه ينفع نستغله، او بالادق ازاي نقدر نستثمره. دكتور صفية الاباني عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، اهلا بيك يا فندم. السابقة. اهلا بحضرتك. السابقة لانه ده تايتل، لكن هتظلي استاذة فنون جميلة. انا نقيب الفنانين التشكيليين. حلو جدا. الحالي يعني. الكنوز بتاعتنا في مصر. ايوه. انا كنت بقول احنا عندنا كنوز بتاعت عقول بالاساس، مبدعين بالاساس. هذا لا يمنع ان انا عندي فعلا كنوز من اللوحات والاعمال والفنون التشكيلية. جزء منها بايدين الفنانين التشكيليين المصريين وهم كثر. وأسعارها غالية جدا جدا، وجزء منها بأيدين فنانين من أوروبا وكان يجمعها الهواة بس موجودة هنا في مصر. دي كنوز صح؟ صح. بتستغل إزاي؟ بنحولها لثروة إزاي؟ بداية طبعا أنا بشكر حضرتك إنك استضفتني في البرنامج العظيم ده. العفو العفو. وطبعا إحنا فرصة كويسة جداً إن إحنا نوضح أو نلقي الضوء على الفنون الجميلة والفنون التشكيلية. حلو. والإبداع والمبدعين اللي هم الفنانين التشكيليين. وبما إني بقى نقيبة التشكيليين. أيوه. يعني فيعني نلقي الضوء على الناس دي، لأن هم برضو مش واخدين حقهم قوي. صح. هم المبدعين حقيقيين، يعني الرسامين، المصورين، النحاتين، الخزافين، يعني مجالات الفنون كلها. عندنا مصر مليانة فن تشكيلي، بمعنى لو مش هنتكلم عن الحضارات بتاعتنا، لكن المصري القديم عبر التاريخ، الفرعوني، بعد كده القبطي، الإسلامي، كل دي فنون تشكيلية، إذا كانت عمارة أو ما بداخل العمارة، لأن العمارة أم الفنون، المبنى المعماري وما داخله. فبتلاقي حضرتك داخل المبنى جداريات، بتلاقي تماثيل، بتلاقي كل دي فنون تشكيلية. مصر مليانة كنوز داخلية، يعني حاجات من إيد ولادها، اللي هو الفن الحديث والنهضة الحديثة بتاعتنا، أو العصر الحديث في الفن يعني. وعندنا حاجات قديمة. لو حضرتك تحديدا قرار اللي حصل النهاردة الحكومي باستغلال الثروات بتاعتنا الفنية، عمل خطة استراتيجية علشان نعمل مكاسب بيها أو تسويقها أو ثروة من وراها، فهكلم حضرتك بوضوح شديد جدا إن مصر تمتلك كنوز فنية من لوحات وأعمال وتماثيل أوروبية، حاجات من عصر النهضة، حاجات دي كانت مقتنيات دولة، مش مقتنيات أفراد، لا دي مقتنيات دولة، بمعنى إن الدولة اشتريتها. لما نبص على متحف محمود خليل طبعا العظيم، هذا الرجل العظيم، وكانت زوجته ست فرنسية، وكانت من هواه اقتناء الأعمال الفنية ومعظمها من العصر الحديث في أوروبا، رينوار ومانيو ومونيو، يعني الناس طبعا كانوا بيقتنوا، ده فرض، فما بالك باقتناء دولة. عندنا ملايين الملايين الملايين القطع الفنية، ومعانا طبعا معالي وزيرة الثقافة. ملايين؟ طبعا طبعا قطع فنية. من عصر النهضة وخلافه عندنا طبعا.
ملايين؟ طبعا طبعا، دي كنوز مصر. عندنا طبعا معالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم تعلم هذا الكلام، احنا عندنا مخازن مليانة حاجات من عصر النهضة، عندنا حاجات فنانين أوروبيين كتير جدا، وعندنا حاجات فنانين مصريين رواد كتير جدا. أنا هقف عند كلمة مخازن. أيوة. هو الحاجات دي بتتحط في المخازن وهي كده بيتحافظ عليها، ولا ممكن يكون كلها التراب؟ لا هقول لحضرتك. كلها الرطوبة. لا هقول لحضرتك عشان برضو ما نظلمش حد يعني. آه. طبعا احنا عندنا حاجات كتير جدا في مخازن، وبتتعمل يعني، او احنا بننادي بحاجه. في مخزن عندنا كبير قوي اسمه مخزن الجزيره للفنون، او متحف الجزيره، ده قائمين على تطويره اليومين دول، وفي حركه كبيره في وزاره الثقافه عشان يتطور. هذا المكان فيه ثروه مهوله من اعمال الفنانين الاجانب. متحف الجزيره اللي هو جوه المجمع بتاع دار الاوبرا؟ ايوه. لا ما تخبطش دماغك، تفائل تفائل. بص هقول لحضرتك، احنا في مقتنيات دولة، مقتنيات الدولة دي بتقتني كل سنة منذ عشرات السنين. يعني حضرتك لما تدخل في عندنا قصر جميل جدا اسمه قصر عائشة فهمي الزمالك العظيم، ده عملوا فيه حاجة اسمها معرض كنوز مصر واحد، كنوز مصر اتنين. حضرتك لو طبعا، وتحية شكر وتقدير للقائمين عليه، لو عايزين يعملوا لغاية كنوز مصر 100 هيلاقوا. يعني لما حضرتك تقف قدام حتة تمثال مثلا لرودان، ايه ده؟ حاجة حاجة يعني عظيمة. دي كنوز مصر. طيب هو المكان غير موفق بالمناسبة. أنا هقول لحضرتك. عيشة فهمي قصر جميل. جدا. مين اللي هيروح بقى قصر عيشة فهمي يتفرج هناك على المعرض؟ عشان أنا مش هلاقي ركنة. فهروح المعرض إزاي يعني؟ بس هو مكان جميل جدا. لا لا والله بيلاقي إقبال. وبديع. بيلاقي إقبال. هو في الساحة اللي تحت الكوبري وشوية البواكي اللي تحت الكوبري والسلام عليك. صح. أنا اللي أنا أعرفه إن أنا لما أجي أعمل معرض يبقى أنا لازم يبقى في عندي مكان يسهل فيه إن البني آدم اللي رايح يزور ده يعرف يركن عربيته، أو المكان أو الحافلة اللي جاي بيها إذا كانت سياحية، مش عارف 54 راكب بقى، 11 راكب 16 راكب زي ما يطلع. قصر عيشة فهمي مش بتاع الكلام ده. أنا عارفة. في المعهد السويسري، انا من الزمالك يعني، فعارفه ان المنطقه دي. انا هقول لسيادتك حاجه، البلاد كلها العربيه دلوقتي بيعملوا متاحف للفن الحديث ومتاحف وبيتعايقوا بيها. احنا محتاجين متحف للفنون بتاعتنا، لان احنا عندنا طبعا قصر عائشه فهمي بيستخدم، عندنا جوه الاوبرا، جوه دار الاوبرا متحف الفن الحديث. لكنه ما كانش مصمم على انه يبقى متحف. ده كان، دي كانت زمان ارض المعارض بالظبط، واتحولت لمتحف صغير. وفي طبعا مخازن مليانه حاجات اللي فيها مثلا شغل استاذنا محمود سعيد والجزار، وطبعا الحاجات اللي بتتباع دلوقتي بره بارقام يعني، اخر حاجه لمحمود سعيد ب 2 مليون و400 تقريبا. فيعني احنا عندنا دول العصر الحديث، دي مش الحاجات مقتنيات الدوله. فمحتاجين متحف كبير. لو اتكلمنا ازاي نستغل كنوز مصر الثقافيه ونحط لها خطة عشان يبقى في استثمار ليها، فأنا النهاردة الصبح كنت في متحف الحضارة. حلو. رائع هذا المتحف العظيم، وتحية شكر وتقدير لأستاذنا دكتور الغزالي كسيبة مصمم هذا المتحف، أستاذ العمارة في كلية الفنون الجميلة. لقيت فيه كنوزنا برضو، إسلامي فرعوني قبطي وحديث، تمثال صغير للعظيم محمود مختار. محمود مختار صح؟ وكسوة الكعبة وحاجة لطيفة كده، وتحت المومياوات، وحشد وزحام غير عادي. يبقى دي استغلال. صح. أمثل في
في كافيتيريا، في ممكن يبقى حاجات جفت زي ما بنسافر بره وبنشوف المستنسخات اللي موجوده دي. طبعا طبعا، ومستنسخات وحاجات سكارف ومش عارف ايه وارقام. حاجه، والبحيره اللي اتعملت رائعه، تجديد عين الصيره، عظمه قوي، عظمه. ده استغلال صح. لو كمان جنبه حاجه الفن الحديث، طيب نفكر بشكل اوسع. السياح والاجانب، وما شاء الله الدنيا ابتدت تشتغل ما شاء الله، السياح والاجانب بيجوا عشان يتفرجوا على الفن وعلى الاثار. ليه ما نعمل لهمش متحف في الاقصر ومتحف في اسوان، مش فرعوني، في فنون اوروبا وفنون مصر الحديثه. ما هو بيتفرج وبياخد تيكت، وساعات التيكت ده بيبقى بالاسبوع، بيخش مره واتنين وتلاته وهيشتري حاجات. في كمان او اسكندريه، ازاي اسكندريه مش على خريطه السياحه؟ هي فيها متحف الفنون الجميله، ويعني احنا عايزين برضو يبقى الحاجات الاماكن اللي فيها سياح. ما انا عندي بقى قصر عيشه فهمي بتاع اسكندريه، ايوه، اللي على البحر، ايوه، قصر ضخم مهول، ايوه، الراكنه فيها تبقى حلويات. اهو ده بقى اسكندريه البحر متوسطيه، حاجه كده بتاعت ثقافه يورو متوسط او افرو متوسط، اقدر احط فيها الحاجات بتاعت الرينيسانس، فيبقى ساعتها الناس بتاعت اوروبا دي هنا. بعمل ربط ما بين اوروبا، البحر، الحضاره الاغريقيه، الحضاره الرومانيه، وبعد كده عصر النهضه، ونعرض الحاجات. يعني انا ما بقولش اخد مثلا زهره الخشخاش من محمد محمود خليل واحطها في اسكندريه، انا بتكلم حضرتك قلت لي في ملايين القطع. طبعا في حاجات كتير بينا. جدا يلا بينا. لا، في كمان حاجه كمان حضرتك، لو اتعمل متحف كبير متصمم على انه متحف كبير، ايوه، وبعد كده نبتدي نعمل تبادل مع متاحف العالم زي اللوفر، زي اللوفر بتاع ابو ظبي. الناس دي بتحترم الفن جدا وبتحبه جدا. عايزين نطلع بريك، قلت لهم لا. وبيعملوا حاجه لطيفه، يعني مثلا فجاه تلاقيهم عملوا مثلا احتفاليه لبيكاسو. حلو. فبيلموا جميع القطع بتاعته من جميع انحاء العالم. جميل. وهم بيسوقوا كويس. ايوه. فنبعت حاجتنا وبناخد مقابل. جميل. والحاجات بتلف، مش بيكاسو بس، وحاجات عصر النهضه، وحاجات القديمه بتاعتنا، ومقتنيات زي ما حضرتك بتقول، طبعا هو عصر النهضه اللي هو الرينيسانس يعني. بالظبط. والباروك والروكوكو والحاجات دي، بياخدوا القطع بتاعتهم، بيكملوا المجموعات اللي عندهم، وبيعملوا بيها معرض مثلا، احتفاء. هم بيعرفوا يحولوا ده الايفنت عالمي. هم بيعملوا كده فعلا. وبيبيعوا التذاكر بارقام بفلوس تخوف. بالظبط. وبيعملوا جيفت وبيكسبوا، وبيأمنوا على حاجتنا، وبيدفعوا شحن وبيدفعوا لنا فلوس. بالظبط. فاحنا يبقى يلا بينا لحد ما احنا نجهز الاماكن ونعرف طرق التسويق، التسويق الحلوه، ونشاركهم برضو في التسويق يعني، ونشتغل مع بعض. طب انا هستاذن في فاصل، وعايز ارجع بعد الفاصل عن اللي حضرتك وصفتيه بانه الفنون التشكيليه الحديثه والحديثه جدا. يعني انا مثلا عارف انا عندي لوحه الشلبيه على سبيل المثال، وشلبيه مدرسه معينه وفن معين، وبتتباع غالي جدا قوي خالص. انا خدت اللوحه دي ببلاش عشان هي بتحبني قوي، فادت لي لوحه. حلو. لكن ما انا بقى عندي في الجيل ده اللي هو تمانينات سبعينات تمانينات سنه، في عندي ثروه من التشكيليين طبعًا المصريين طبعًا. وعندي الجيل بتاع بيكار، وعندي يعني انا عندي اجيال طبعًا. الله، الرواد. طيب هنعمل ايه؟ وبنعمل ما بنعملش بالحاجات دي شغل في كبير. في مقتنيات كل سنه الدوله بتاخدها من الشباب ومن الفنانين ومتشال. فاصل ونكمل الكلام مع دكتور صفوية القباني، عميد التشكيليين وعميدة كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، سابقا بين قوسين. فاصل ونكمل الكلام.
كده حلو كده مبسوطين. طيب دكتور صفية الأباني عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان سابقا وعميدة التشكيليين. احنا كنا عميدة التشكيليين نقيبة التشكيليين. عشان نصحي من 8 صباحا وفي الشارع من 8 اعذريني. ربنا يخليك يا دكتور. طيب احنا كنا بنتكلم على انه احنا عندنا تاني الملايين من القطع المختلفة طبعا. واحنا محتاجين نحسن استخدامها. وانا كنت بنهي يمكن قبل الفاصل بانه طيب ما احنا عندنا مدرسة حديثة جدا وعندنا مدارس الرواد، وأنا دايما بقعد أتساءل الإنتاج الفني بتاعهم ده، الإنتاج التشكيلي بتاعهم ده فين؟ في المتاحف. وهي فين المتاحف؟ موجودة في المخازن. مخازن. أيوة. يبقى بالنسبة لي انتفت صفة المتحف وعلت صفة المخزن. أيوة. متحف بالنسبة لي يعني أنا هروح أقطع التذكرة وأخش أتفرج. أيوة. طول ما هي في المخزن أنا ما أتفرجش، وفي المخزن أنا يوسف أنا البني آدم أخاف، موسوس، رطوبة، تراب، حشرات، إلخ، هي طبعا نهار أبيض لو الحاجة باظت. حاجة وهي معروضة طبعا فيها صيانة. آه. يعني الأعمال الفنية طالما معروضة هي متصانة. كويس. فبرضو التخزين ده التخزين الأعمال الفنية برضو بيحتاج لطريقة مواصفات معينة شديدة الدقة. دي حقيقة. ده عندنا ولا؟ هقول لحضرتك احنا محتاجين نعمل نعمل متحف كبير تعمل للفن الحديث، زي ما بقول لحضرتك الدول كلها بتتباهى بالمتاحف الكبيرة بتاعتها بتاعت الفن الحديث طبعا. يعني احنا مش أقل منهم، والمساحات ما شاء الله، والبلاد زي ما حضرتك بتقول محافظات كتير جدا، والأماكن اللي فيها تكدس سياح كتيرة جدا، وما شاء الله احنا عندنا ثروات يعني تستغل وتقدر جدا 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 يعني. طيب في دول ربنا ما ادهاش النعمة بتاعت انه يبقى في عندها مبدعين وتشكيليين وما إلى ذلك، فاعتمدوا على مسألة الشراء كتير. وفي دول زي حالتنا ربنا أنعم عليها بأنه أبنائها بيطلعوا فنانين بالميلاد طبعا. حلو خالص. هل معقول الدول اللي ربنا ما ادالهاش النعمة دي يبقى عندها المتاحف، والدول اللي ربنا سبحانه وتعالى زي حالتنا ادالها النعمة دي من واسع ما تعملش؟ نعمل أهو. إيه هي المنظومة؟ إيه هي الاستراتيجية؟ إيه هي الآلية؟ أبدا. في أرض، في أراضي، في مثلا أماكن كتيرة جدا اللي هيتعمل مثلا المتحف بتاع الحضارة، منطقة الفسطاط دي منطقة خطيرة جدا طبعا، وفخامة الرئيس بيبدي يعني ليها اهتمام غير عادي جدا جدا. نتمنى في مكان هناك كبير جدا ممكن يتعمل فيه متحف فن حديث، يبقى جنب كمان متحف الحضارة، ويبقى حاجة ما حصلتش. بس ده كده لازم يتعمل بالتنسيق ما بين وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار. وماله؟ إيه المشكلة؟ كلهم بيعملوا تحت منظومة واحدة. مين اللي يقود المبادرة دي؟ يعني مين اللي يحط المبادرة؟ يعني نقدر دكتور صفية تبدأ تعمل التنسيق، تقعد مع دكتور إيناس عبد الدايم، تقعد مع دكتور خالد عناني، يا جماعة إحنا ثروتنا من الفنون التشكيلية تقدم بكذا. والله بقى فخامة الرئيس هذا قرار سيادي. فخامة الرئيس يعني ما شاء الله، يعني احنا يعني على طول بنشوف فخامة الرئيس بمشاريع كتير، بنشوف حلو. الهيئة الهندسية على طول بتشتغل ما شاء الله. طبعا دي حاجة يعني متحف، مسابقة متحف عظيم. نقيبة التشكيليين تقدر تقعد مع وزارة الثقافة وتتكلم معاها في الفكرة، نقيبة التشكيليين تقدر تقعد مع وزير السياحة والآثار وتتكلم معاها من حيث الفكرة. أوي. نقيبة التشكيليين تقدر تطلب اجتماع الوزيرين معاها ونشوف ده هيتعمل ازاي، وبعدين نعرض الفكرة فيما بعد ذلك على الرئيس ونشوف ايه الآلية بقى. ممكن يعني طبعا، ممكن طبعا نطلب مقابلة معالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومعالي الدكتور خالد عنان، وهو زميلنا برضو في جامعة حلوان يعني. أيوة. فيعني وهو يعني متعاون جدا جدا. عندنا أماكن كمان في العاصمة الإدارية واسعة جدا. حلو جدا. قوي قوي. يعني عندنا أماكن في الغردقة وفي شرم وفي
الأقصر وأسوان كله بقى خلاص بقى مش هنقول بقى حاجات أثرية، متاحف فن كنوز، وعندنا البروتوكولات ما بيننا وما بين المتاحف العالمية. دي طبعا حاجات خارجية يعني بتدخل فيها وزارة الثقافة والعلاقات الخارجية، وزارة الآثار، وزارة الخارجية، وبيتعمل زي ما المتاحف زي ما بيبقى فيه معارض بتروح تلف تقعد 6 أشهر هنا يعني حاجات كده. زي ما عملنا مثلا مع توت عنخ آمون، فسهل خالص ان انا اعمل كده مع لوحات ومنحوتات طبعاً وخزف و و و طبعا وبيؤمن عليه. طب دكتور صفي، بتعتقدي الفن بالنسبه لي ابعد من ان انا اقيسه بالدخل وبالايراد، لكن بما ان احنا بنتكلم على فكره تعظيم الثروه هسال على الدخل والايراد، تعتقدي ده ممكن يدر دخل تقريبا قد ايه في مراحله المختلفه؟ كبير. حضرتك سافرت بره، انت بتدخل تاخد تذكره متحف وانت خارج بتاخد هديه. كبير طبعا كبير. وبعدين الحاجة كتير، انت مش هتشتغل مع بلد واحدة او مع بلدين او مع، ومتحفك هنا كمان الكبير ده يتحط على الخريطة بقى. صح، يتحط على الخريطة ويجي. ده ده ده, ده احنا كنا بنشتري السكارف ب 100 دولار. يا نهار ابيض، لا ما نشتريش. يعني فنان عالمي في كليمت ب 100 دولار السكارف المطبوع بتاخده وانت ماشي. في كمان فكرة اتعملت وهو عملها مع لي دكتور خالد عنان، المستنسخات اللي في المتحف المصري صح في التحرير، دي حاجة عظيمة برضو. نعمل بقى منها في الفنون التشكيلية. عايزين تسويق يا فندم، عايزين تسويق يا فندم، إدارة تسويق كده. يا فندم، تسويق، تسويق للفنون بتاعتنا، تسويق للفنان التشكيلي المصري، تسويق للقدام القديم ده. لما حد بيدخل بيشوف فنك. طب الفنانين جيل الرواد بتاعنا دول معروفين عالميا. أيوة. ولوحاتهم موجودة في حتت كتير في العالم. أيوة. وبيتعمل على اللوحات دي مزادات بالملايين. أيوة. الجيل الجديد أنا متأكد أنه أكيد فيه مواهب فزة، دي حقيقة. دول بقى اللي محتاجين بجد تسويق. أيوة. وتعمل لهم معارض. صح. والناس تعرف قيمة فنهم. بيعملوا بس برضو التسويق، التسويق اللي بيقدر يطلع بره. أنا هقول لحضرتك على حاجة، إدارة التسويق دي ده علم. يعني الفنان التشكيلي مش مفروض إن هو هيسوق لنفسه، هو فنان طبعا، دي شغلته. أنا شغلتي أرسم، أنحت، بس خلاص، أعمل خزف. يعني زي طبعا أنا مش هقارن ده بده، لكن لما الصين سوقت لنفسها هي دي منظومة طبعا، خلت الناس كلها يبقى عند كل واحد في بيته عنده مصنع صغير أو صناعة صغيرة، وبعد كده الدولة هي اللي قامت بتجميع الحاجات دي كلها من الناس كلها وسوقتها. صح؟ صح، ده فكر مؤسسي، لكن احنا نسوق كده مع نفسنا مش هينفع. المأسسة. دكتور صفية نورتينا وشرفتينا حقيقي، واتمنى ان اسمع عن اجتماع قريب، يعني حضرتك تنسقي ما بين الوزيرين او الوزيرة والوزير، الوزارتين ثقافة والسياحة والآثار. اتمنى ان انا اسمع خبر حلو، وانا متأكد ان ممكن دي حاجة تطلع للنور في القريب. بالتأكيد. اشكرك جدا 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 يا فندم، كل الشكر لدكتور صفية الأباني عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان سابقا ونقيبة التشكيليين. خليكم معانا بعد الفاصل، الحلقة النهاردة ثقافة في ثقافة، ودي حاجة بتسعدني بالمناسبة. فاصل ونكمل الكلام.